ماشي يا مخربين، وصلنا عند قاعدة ايش اسمها؟ سلسلة. قاعدة السلسلة. قاعدة السلسلة. طيب ايش هي قاعدة السلسلة هاي؟ او ايش المعلومات اللي فيها؟ انساك من الاسم، الوزارة بقول لك ايش؟ ما بيحكي لك في الوزارة والله هذا السؤال على قاعدة السلسلة، او بعدك السؤال وانت حل، ماشي؟ شوف السؤال هيك، ص يساوي س اس 3 ناقص 4 س تربيع زائد س، وهون في اس 5. ايش بعمل لما يجيني قوس زي هيك وفي اس؟ قوس زي هذا القوس وفي اس، سهل جدا، بكتب ص فتحة يساوي، بنزل الاس هون برجعه ناقص 1، نزله ورجعه ناقص واحد. القوس زي ما هو، القوس زي ما هو، كيف يعني؟ خمسة خمسة نفس القوس، سين أس 3 ناقص 4 سين تربيع زائد سين أس كم؟ أس 4. خلاص هيك؟ لا، في خد ضرب، تفتح قوس جديد وتشتق، تفتح قوس جديد وش تعمل؟ تشتق اللي جوا القوس، تشتق اللي جوا القوس، اشتقوا هيك يا جماعة، سين أس 3 3 س س 2 ناقص 4 س تربيع شو بتصير؟ 8 8 س، 8 س المفروض اس 1 زائد السين شو بتصير؟ 1. كمان ما بتحط الاس ايش؟ كمان مرة. خلص هيك، ايش تقريبا؟ سهلة ولا صعبة؟ سهلة. طيب اعمل لنا اياها كمان مرة. ولا يهمك، يا سلام. كمان مرة. صاد، شو بتصير الصاد؟ صاد فتح يساوي، هاي في قوس وفي أس، نزل الأس ونقص منه 1، هاي 5، نزل نفس القوس، س أس 3 ناقص 4 س تربيع زائد س أس 4 بصير ضرب، افتح قوس جديد، اشتق هسه لجوا القوس، يعني القوس هذا مرة بنزله زي ما هو، مرة بشتق، مرة بنزله زي ما هو ومرة بشتقه. طيب اشتق لي اياه، س اس 3 3 س اس 2 ناقص 4 س تربيع 8 س زائد الس 1. بس خلص. اللي بعديها نفس الكلام، الصاد شو بتصير؟ صاد فتحة يساوي، في قوس وفي اس، بنزل الاس، أول مرة القوس زي ما هو، 4 س تربيع ناقص 2 س، الأس نزلناه نقص منه 1. القوس زي ما هو، والمرة الثانية بشتقه، المرة الثانية بشتقه. إذا دير بالك لازم تنزل القوس زي ما هو، والمرة الثانية شو بتعمل فيه؟ بشتقه. 4 س تربيع 8 س، برضه بتصير 8 س ناقص 2 س، 2 بس بدون س، 2 س 2 بدون س. والأس أكتب كمان مرة؟ لا، مرة واحدة بنزل الأس ونقص منه 1، المرة الثانية القوس الثاني مش عليه أس، القوس الثاني مش عليه أس. طيب صاد فتح برضه في قوس وفي أس، شو بعمل؟ بنزل الأس ونقص منه 1. هسا جيت أنزل الأس في هون إيش؟ 2، أضربها. تعرف تضربوا 3 ب 2؟ سهلة جدا، 3 ب 2 6. وأول مرة إيش؟ أول مرة القوس زي س تربيع ناقص 3 بتصير أس إيش؟ 2، لازم الأس نقص منه 1. ضرب، هسا القوس نفسه بشتق، س تربيع 2 س، والثلاث 0، لأنها عدد، العدد شو بيصير؟ 0، بديش إياه. ها؟ في مشكلة؟ الحمد لله. صلوات على النبي يا جماعة. صاد فتح. اتفقنا الأس هذا بدك تنزله في عدد، اضربه 4 ب 3 12، وأول مرة القوس بينزل زي؟ 2 ناقص 3 س ناقص الأس 3، ضرب القوس الجديد، نشتق القوس نفسه، الاثنين صفر، الاثنين صفر لأنه عدد، الاثنين صفر، راح الاثنين، تنزل السالب لا تنسى، وثلاثة سين راح السين، ضل ثلاث، ضل الثلاث. درستوهم هذول القواعد صح؟ الحمد لله. طيب نيجي هون، القاف سين بتصير قاف فتحة على السين، قاف سين بتصير قاف فتحة على السين، القاف سين شو بتصير؟ قاف فتحة على السين.
هسه برضو في قوس وفي أس. يا سلام. أول إيش نزل لي الأس لتحت اللي هو سالب خمس، والقوس نفس ما هو ثلاثة سين تربيع زائد خمسة ناقص الأس السالب خمسة بتصير سالب ستة مش سالب أربعة. حكينا الأس السالب لما يكون عدد سالب بيزيد وما بيزيد وبينقص بس بيزيد. عارف كيف؟ يعني انت فاهم زي ما انت بينقص بس بيزيد وما بيزيد بس بينقص، بس هو شكله بيزيد بس هو بينقص. ضرب هسه اشتط لي القوس هذا 3 سين تربيع شو بتصير؟ 6 سين والخمسه جود باي. هاي خلص حلوين هدول؟ شوي حلوين هيك نضاف هيك كويسات. طيب نيجي للاسئله هاي دول غير هسه قسم ثاني مجموعة ايش؟ مجموعة ثانية مجموعة ثانية خلينا نعمل خط هيك نبلش في المجموعة الثانية هاي اشي جديد عشان نشتغل فيهم ايش؟ هيك شغل ايش؟ عمال يضيع زي ما بيقول ها انسى لي هدول هو نفس المبدأ يعني هون نفس ايش؟ نفس الموضوع مش راح اغير اشي. السؤال بيحكي لك قاف سين يساوي ألف سين تربيع ناقص اثنين أس اثنين بحكي لك قاف فتحة لل اثنين تساوي 20. طيب أنا أجيب قاف مين؟ أولا أجيب مين؟ قاف فتحة. الخطوة الأولى شو بجيب؟ قاف فتحة. أول إيش قاف فتحة؟ هي رقم واحد. رقم واحد بطلع قاف فتحة. إيش يعني قاف فتحة؟ مشتق. مشتق. إذا الخطوة الأولى شو بدي أعمل؟ مشتق. بدي أشتق. عادي بنشتق زي ما إحنا بنشتق. القاف سين شو بتصير؟ قاف فتحة للسين. يساوي طبعا هذا ايش؟ قوس صح؟ شو بعمل؟ اثنين بألف اثنين بألف؟ اثنين ألف أول مرة القوس زي ما هو سين تربيع ناقص اثنين قوس شو بصير؟ واحد. طيب ضرب ثاني مرة القوس بشتقه سين تربيع اثنين سين والناقص اثنين صفر ناقص اثنين صفر خلص هاي اشتقينا هاي اشتقينا يبقى أول خطوة أنا بقول لك قاف فتحة للاثنين يساوي 20 هذه ثلاث شغلات في بعض أول إشي شو بنعمل؟ الفتحة يعني بنشتق الخطوة الثانية رقم اثنين بعوض الاثنين رقم اثنين شو بعمل؟ بعوض رقم اثنين شو بعمل؟ بعوض طب عوضوا لي هيك قاف فتحة بده أعوض كام أنا؟ اثنين محل السين طبعا تساوي اثنين ألف زي ما هي ماشي اثنين ألف اثنين تربيع أربعة أربعة ناقص اثنين اثنين طيب في ضرب هون برضه اثنين باثنين أربعة الموضوع كبر طيب اضرب لي هدول كلياتهم في بعض اضرب لي هدول كلياتهم ايش؟ بعض اثنين باثنين أربعة أربعة بأربعة 16 ايش؟ ألف يبقى هذا كله طلع هيك 16 ألف 16 ايش؟ ألف هاي الخطوة الثانية عوضنا، الخطوة الثانية ايش؟ عوضنا يبقى أول خطوة نشتاق، الخطوة الثانية عوضنا، الخطوة الثالثة يساوي 20 تأخذ الجواب اللي طلع معاك الجواب اللي طلع معاك، شو الجواب اللي طلع معاك؟ اللي هي 16000 إذا 16000 تساوي 20 يبقى هاي الخطوة رقم 3 إذا رقم 3 ايش بنعمل؟ بساوي الجواب اللي طلع معي من الخطوتين اللي فاتوا بكام؟ ب 20 16 ألف يساوي 20 طبعا عشان اطلع ألف شو بعمل؟ بقسم على 16 على 16 تروح 16 مع 16 يطلع عندك ألف يساوي 20 على 16 20 على ايش؟ على 16 بدك تبسطها تختصرها بيصير بدك تختصرها ايش؟ بيصير كيف مثلا زائد بنختصرها يعني؟ قسمها مثلا على 4 على كم؟ على 4 20 على 4 5 و16 على 4 4 5 4 واحد يقول استاذ اذا ما بسطتها يعني خليتها 20 على 16 صح 100% صح ايش؟ 100% مفهوم هاي المساله؟ طيب نيجي لوحده اختها يا مرتو نفس القصه بقول لك قاف فتحه للواحد يساوي 40 قاف فتحه للواحد تساوي 40 كم خطوه دول؟ ثلاث الخطوة الأولى ايش بنعمل؟ يبقى هي رقم واحد الاشتقاق. رقم اثنين رقم اثنين بنعوض، رقم ثلاث نسويها بكام؟ ب 40. طب بلش في أول خطوة اشتاق القاف سين شو بتصير؟ قاف فتحة للسين تساوي برضه في ايش؟ قوس
ايش طق يا معلم؟ اثنين بميم اثنين ميم والقوس زي ما هو اثنين سين ناقص ثلاث القص بتنقص منه واحد تحط ضرب الان تشتق القوس الاثنين سين مشتقتها اثنين والسالب ثلاث صفر ايش طقين حلو عوض كم بده؟ واحد قاف فتحة للواحد يساوي اثنين ميم طيب اثنين بواحد اثنين اثنين ناقص ثلاث سالب واحد اثنين ناقص ثلاث سالب واحد وهون شوفي كمان اثنين حلو اضربهم شغل كل ضرب شوي شوي اثنين باثنين اربعة اربعة بسالب واحد سالب اربعة ايش سالب اربعة ميم عوضنا مفهومة؟ عوضنا بعد ما نعوض بسوي الجواب بكام؟ 40 اذا الخطوة الثالثة سالب 4 ميم تساوي 40 هسا عشان نطلع الميم بقسم على ميم؟ على سالب 4 سالب 4 تروح سالب 4 سالب 4 طلع ميم تساوي سالب ينزل و40 تقسم 4 كام؟ 10 سهل؟ تمام؟ صليت على النبي نيجي لها نفس القصة ايش بيحكي لك السؤال بقول لك قاف فتحة للواحد تساوي 48 ايش معنى الكلام هذا اول خطوة اول خطوة نشتاق رقم واحد طيب الخطوة الثانية عوض الواحد رقم اثنين عوض الواحد الخطوة الثالثة نسويها بكام 48 طب يلا نشتاق مع بعض هاي اثنين يا جماعة بتصير قاف فتحة للسين اضرب اثنين باثنين الف اربعة الف والقوس زي ثلاثة سين ناقص واحد ضرب مشتقة القوس ثلاثة سين شو بصير ثلاثة هاي اشتقينا هسا بتعوض كام واحد قاف فتحة للواحد يساوي اربعة الف ثلاثة بواحد ثلاثة ثلاث ناقص واحد اثنين اثنين بثلاث ستة على السريع يساوي أربعة ألف بستة أربعة بستة أربعة وعشرين ألف هاي الجواب أربعة وعشرين إيش ألف خطوة الثالثة بأخذ الجواب اللي طلع معي أسوي بكام 48 إذا 24 ألف تساوي 48 على 24 على 24 راحت ال 24 ضل عندك الف تساوي 48 على 24 2 48 فيها 24 صح؟ مفهوم هذا يا جماعه سهل الموضوع هذا تبع القوس هذا سلخوا قاعده القوس هذا ها؟ طيب ماشي ناخذ قاعده الجذر التربيعي قاعدة الجذر الجذر التربيعي قاعدة الجذر ايش؟ التربيعي يعني هذا جذر الجذر هذا ماله؟ تربيعي الجذر هذا ماله؟ تربيعي طبعا الجذر ما فيش عليه شيء هون يعني تربيعي اثنين يعني ايش؟ اثنين هذا جذر ايش؟ تربيعي هذا جذر ايش؟ تربيعي وهذا جذر 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 القاعدة اللي بدي احكيها الآن خاصة بالجذر التربيعي خاصة بالجذر التربيعي ايش هي القاعدة الخاصة بالجذر التربيعي الصاد بتصير صاد فتحة طبعا الجذر تحط كسر الجذر تحط كسر جذر ايش هاد تربيع جذر تحط كسر اشتق هاد اشتق يلا ثلاثة سين تربيع ناقص ستة سين على اثنين ضرب الجذر نفسه سين أس ثلاث ناقص ثلاثة سين تربيع إذا بشتق لجوا الجذر على اثنين اثنين هاي قاعدة اثنين هاي إيش قاعدة ضرب الجذر شخصيا الجذر إيش شخصيا نفسه كله خلاص مش نائب عنه لا الجذر شخصيا ده مفهومة؟ خلاص مفهومة. كمان واحد بس تخبى عنك يعني
طيب هاي صاد شو بتصير؟ صاد فتح يساوي كسر. اشتاق يلا الواحد صفر تنزل مين؟ سالب. شو مشتاق سين تربيع؟ اثنين سين. هاي اشتقينا على اثنين ضرب الجذر شخصيا واحد ناقص سين تربيع. وصلت الفكرة؟ طيب نجي لهاي صاد فتحة يساوي كاسر لأنه جذر تربيعي مشتقة ما داخل الجذر اشتق السين تربيع اثنين سين ناقص اثنين سين اثنين والأربعة صفر على اثنين ضرب الجذر نفسه شخصيا بالذات نفسي لا شخصيا ماشي طيب هون صاد فتح يساوي جذر اربع سين تربيع هذا جذر هذا ايش جذر حط ايش كاسر اشتق اربع سين تربيع ثمانية سين ناقص ستة على اثنين ضرب الجذر شخصية أربعة سين تربيع ناقص ستة سين إيه خلصنا الجذر في حد تاني هاد ما له علاقة ما له علاقة بحط زائد اثنين سين وستلات يا سلام very easy هاي ستة سين تربيع ستة سين وستة سهل نروح هون صاد فتح ايه اربعة زائد جذر الاربعة ملهاش دخل بالجذر الاربعة ملهاش دخل بالجذر شو مشتقة الاربعة صفر الاربعة اربعة ايش صفر مع السلامة صفر خلاص انس نيجي للجذر الجذر حط كاسر مشتقة ما تحت الجذر شو مشتقة السين واحد على اثنين ضرب الجذر نفس شخصية تمام شخصية الجذر شخصيا طيب برضو هون في عندي صاد فتح يساوي الجذر حط كسر اشتق سين اس ثلاث شو بتصير ثلاثة سين تربيع ناقص السين واحد على اثنين ضرب الجذر نفس شخصيا زائد الاثنين خلاص مع السلامة طيب الله يسهل طيب صاد فتح صليت على النبي يا جماعه ايش هاي الاثنين اشتقاقها صفر لا الاثنين هاي مالها مضروبه مع الجذر اثنين العدد هذا مضروب مع الجذر انا بعتبره ايش معامل ايش بعتبره معامل طيب معامل شو اعمل فيه يعني مالكش فيها انت مالكش فيه ما انت ما ضلكش تحكش في الناس ماشي اشتق يلا الجذر شو مشتقة سين تربيع؟ اثنين سين ناقص ثلاثة سين ثلاثة على اثنين ضرب الجذر شخصيا سين تربيع ناقص ثلاثة سين المعامل وين أستاذ؟ تحط هذا بين قوسين أو بتحط المعامل جنبيهم تمام هيك المعامل تحط هذا بين قوسين اللي فوق تحط المعامل جنبي أستاذ نعم ممكن اختصر هاي اثنين مع اثنين ممكن ليش لا اثنين مع اثنين ما في مشكلة طيب زائد يبقى خلصنا من الجذر جينا لهذا ايش هذا هاي لسه مخدينه من شوية قاعدة القوس القوس بنزل الاثنين تحت وأول مرة بكتب القوس زي ما هو سين أس ثلاث ناقص اثنين ناقص من الأس واحد صير واحد مش ضروري ضرب تفتح قوس جديد الآن تشتغل سين أس ثلاث ثلاثة سين تربيع ناقص الاثنين مال الاثنين ايش بتصير؟ صفر مفهوم هاي؟ مفهوم إذا هذول مسألتين طيب نيجي لهون نيجي لهون صاد فتح يساوي ست ايش الست هاي؟ معاملة خليه حلو هذا المعامل شو مشتقة السين؟ واحد على اثنين ضرب الجذر شخصيا اللي هو سين والمعامل وين؟ ست بين قوسين الواحد ست استاذ نعم بنقدر اختصر الستة مع الاثنين؟ يلا مش مشكلة ستة مع اثنين فيها كم؟ ثلاثة ثلاثة بواحد؟ خلاص يا زلمة انسى ناقص السين تربيع؟ سين هذه اثنين سين هذه تبعت ايام زمان هاي الاولية ها
هذا قوس وفي أس شو نعمل؟ أول نزل الأس تحت ثلاث القوس زي ما هو اثنين سينوس ثلاث ناقص واحد تربيع ضرب اشتق القوس ستة سين ستة سين إيش؟ تربيع خلاص والناقص واحد ما هو إيش؟ صفر. وصلت الفكرة؟ طيب ناخذ شوية اللي على الشمال دول بقول لك صاد يساوي جذر خمسة زائد ثلاث سين تربيع جد دال صاد على دال سين عندما سين يساوي إيش؟ صفر. دال صاد على دال سين هي نفسها صاد فتحة. دال صاد على دال سين هي نفسها إيش؟ صاد فتحة. صاد فتحة. صاد فتحة. أصبر شوي. إيش؟ إيش؟ مشتقتها؟ مشتقتها؟ مش منزل الأس تحت؟ هاي. شو بنعمل فيه هون؟ نقص منه واحد. حضر بفتح قوس جديد. شو بعمل في القوس الجديد؟ مشتق. مشتق ما دخل القوس. طيب شو مشتق اثنين سين وثلاث؟ لا انت خليك صح. لا صح. خليك صح. الساعة قديش هسه؟ مش وقت نوم. طيب نيجي لهاي ماشي؟ ايش هاد؟ جاذر. جاذر. مشتقة اللي جوا شو الخمسة؟ صفر. مع السلامة. ثلاث سين تربيع؟ ستة سين. ستة سين. على اثنين ضرب الجذر شخصيا خمسة زائد ثلاثة سين تربيع هاي اشتقيها استاذ نعم ممكن اختصر ستة مع اثنين ممكن ستة مع اثنين شو بتصير الستة ثلاثة طيب هاي اشتقيها بده الان عندما سين تسوي ايش صفر ايش يعني عندما سين تسوي صفر عوض صفر عوض صفر يعني بتكتب زي هيك صاد فتحه عندما هاي معناها عندما هاي معناها ايش عندما اذا مش مقتنع شو اسوي لك هاي اسمها عندما خلاص سين يسوي ايش صفر يلا عوض سين بايش صفر عوض سين صفر ثلاث ثلاثة بصفر على جذر خمسة زائد ثلاث بصفر تربيع طيب ثلاثة بصفر صفر صفر خلاص كله بيطلع ايش كله بيطلع صفر اذا اللي فوق طلع صفر خلاص كلها تروح يطلع ايش طيب ماشي نيجي لهاي قاف سين يساوي 12 جذر سين جد قاف فتحة لمين مشتقة اول مرة قاف فتحة للسين المعامل سيبك منه هسه او حطه هاي بداية 12 اشتقها شو اشتقت سين واحد على اثنين ضرب جذر جذر سين 12 على اثنين ست هسه بدك تعوض مين الاربعة بتصير قاف فتحة للاربعة فوق شو في عندك ستة على جذر السين كم السين اربعة يطلع الجواب ستة على شو جذر الاربعة اثنين ستة على اثنين الايام هاي كم ثلاث الحمد لله ما غيروا طلع الجواب ايش؟ ثلاث فيري ايزي عزيزي؟ فيري ايزي عزيزي نشتق قاف فتحة للسين هذا ايش الأربعة؟ معاملة أربعة تفتح قوس واحد شو اشتق السين؟ واحد على اثنين ضرب الجذر نفسه زائد الاثنين سين؟ اثنين بدو قاف فتحة لمين؟ الأربعة قاف فتحة للأربعة يساوي استاذ أربعة مع اثنين اثنين ضل فوق اثنين بواحد اللي هي كام؟ اثنين على جذر السين هي كام؟ أربعة زائد اثنين طيب يساوي اثنين على جذر أربعة اثنين زائد اثنين يساوي اثنين على اثنين واحد اثنين على اثنين واحد مش صفر اثنين على اثنين واحد واحد زائد اثنين يطلع جواب ايش يطلع جواب السائل هذه قاعدة الجذر اذا شو قاعدة الجذر ايش هي القاعدة المشتقة الجذر مشتقة قاعدة الجذر مشتقة اللي جوا على اثنين في الجذر شخصيا يا وينك ماشي يا مشتقة اللي جوا على اثنين في الجذر شخصيا ماشي يلا عشان ناخذ ايش دفعة جديدة لسه بيجي بندفعة لا الأسئلة بتخلص إذا احنا اخذنا قاعدة الجذر التربيعي قاعدة الجذر التربيعي الجذر التربيعي افرض الجذر الآن مش تربيعي جذر مش
مش تربيع. الجذور بصورة عامة الآن. الجذور بصورة عامة. الجذر هذا صاد يساوي جذر إيش؟ تكعيبي. هالجذر تكعيبي. شو أعمل لما يكون جذر تكعيبي؟ شو أعمل؟ شوف. بتشيل الجذر التكعيبي. هذا اللي جوا الجذر يعتبر أس واحد. صح ولا لا؟ اللي جوا الجذر يعتبر أس واحد. بتشيل الجذر بصير واحد على إيش؟ على واحد على ثلاثة. إذا صورة المسألة صارت زي هيك. سين تربيع زائد 3 أس واحد على 3. طب كيف اشتقها هاي؟ على قاعدة القوس اللي خدناه من شوي. قاعدة القوس اللي خدناه من شوي. إذا في عندك قوس شو بتعمل؟ صاد فتحة. أول إشي الأس هاد بتجيبه لتحت. والقوس زي ما هو أول مرة. بس هذا الأس تنقص منه واحد. حكينا لما يكون عندك كاسر وبدك تنقص منه واحد تحكي اللي فوق ناقص اللي تحت. واحد ناقص ثلاث سالب اثنين. واحد ناقص ثلاث سالب اثنين على ثلاث. خلاص هيك؟ خلاص هيك؟ لسه ايش؟ فضار. وايش تعمل؟ تشتق القوس نفسه. سين تربيع اثنين ايش؟ اثنين سين. عيد والله هاي بدها يا اخي الواحد بيعجبك. عيد نحن والله عيدها بتاع حبايب. يعني بتصير حبايب اكثر. اذا هاد الجذر ماله تكعيب. طيب الجذر التكعيب ايش اعمل؟ حط قوس حوالين اللي جوا الجذر. مفروض الاس كام؟ واحد. اذا ما في اس واحد يعني هاد 2 ناقص س ما فيش اس. بحط قوس واحد. هاي هاي لها ايش؟ 5. خلاص هاي لها تربيع. هاي واحد. بنحطها جوا قوس واحد والاس واحد. هاي ثلاثة. خلاص نرجع للموضوع. هاي ما فيش اس بتحطها داخل قوسين بتحط واحد. وتشيل الجذر التكعيبي تحطهم على على ثلاثة. طيب هسه بشتق على قاعدة القوس اللي اخذناه من شوية اللي زي السلسلة. كيف؟ حط صاد فتحة يساوي اولا الاس هذا بتجيبه هون واحد على ثلاث. القوس بينزل زي ما هو اول مرة س تربيع زائد ثلاث. الاس بتنقص منه واحد. كيف بنقص من الاس هذا؟ واحد بحكي اللي فوق ناقص اللي تحت. واحد ناقص ثلاث سالب اثنين على ثلاث. ضرب الان بتفتح قوس بتشتق هاد. شو مشتق س تربيع؟ اثنين س. هاي خلصت. إذا بدنا نعمل عمليات هندسة ونرجعها جذر طيب. هون الجذر ماله؟ تكعيبي. إذا الجذر تكعيبي بدك تحط لهذا أس كام؟ واحد. والجذر تكعيبي صيرهم كام؟ ثلاث. نشتق على قاعدة القوس صاد فتحة يساوي نزل لي الأس تحت واحد على ثلاث. القوس زي ما هو اول شيء 2 ناقص س. نقص لي من الاس واحد. لما يكون الاس كسر كيف ننقص منه واحد؟ واحد ناقص ثلاث سالب 2 على 3. ضرب مشتقة القوس نفسه ال 2 صفر تنزل السالب والسين واحد. طيب ماشي معايا؟ نعم. هون برضه هذا الجذر ماله؟ تكعيبي. بس هون في اس كام؟ 5. بشيل الجذر التكعيبي بحطه وين؟ تحت تحت الخمس. تحت ايش؟ الخمس. هسه بنشتق صاد فتحة يساوي الاس بنزله تحت 5 على 3. اول مرة القوس بينزل زي ما هو س تربيع زائد 2. الاس نقص منه واحد. لما يكون الاس كسر وبدك تنقص منه واحد اللي فوق 5 ناقص 3 2 على 3. بعدين ضرب مشتقة القوس نفسه ليش؟ 2 س. طب استاذ خلينا نعمل الشغلات اللي كنا نعملها زمان. ايش هي؟ كيف ارجع جذر كمان مرة؟ كيف ارجع جذر؟ شو بتعمل؟ عشان ترجع جذر كمان مرة هاي واحد على 3 ملناش فيه. شايف القوس كلياته؟ بترجع جوا الجذر. الجذر هاي نفسه 2 ناقص س. نفس الجذر رجع زي ما هو. اللي فوق
للي جوا الجذر اللي هو السالب 2 والثلاثه اللي تحت هاي برجعها وين ثاني فوق الجذر بار سالب 1 ماشي طيب بدنا نخلص من الاس السالب تاخذ الجذر تنزله وين تحت يعني بصير زي هيك عندي فوق 1 وعندي تحت 3 فوق 1 تحت 3 الجذر نزله تحت بصير جذر تكعيبي لاثنين ناقص سين الاس كان سالب شو بصير موجب وفي ضرب سالب 1 اللي هي فوق يعني ضرب ايش سالب 1 طبعا 1 ضرب سالب 1 سالب 1 ايوه بصير هذا الشكل ايش النهاية بعد الديكورات الشكل النهاية بعد ديكورات بس سوي لنا هاي كمان زي سوي لنا هاي زي هاي حاضر ماشي خمسة على ثلاثة مالكش فيها هذا نفسه وهو هذا نفسه اللي كان جذر صح ولا لا رجعوا جذر زي ما كان حط جذر س تربيع زائد 2 الاس اللي فوق للي جوا واللي تحت للي برا واحد نسي استاذ انا مش عارف مين اللي جوا ومين اللي برا اطلع على الجذر الجذر شو كان تكعيبي معناته التكعيب لمين للجذر واثنين بتضلها لمين للقوس هسا انت التكعيب اصلا من وين جبته من الجذر بتشيله تاني ترجع على الجذر طبعا هذا كلياته ضرب ضرب ايش 2 س في اس سالب هون لا خلاص بخليها ايش زي ما هي معي طيب نيجي لهاي في جذر ايش تكعيبي بتشيل الجذر التكعيبي تحطه هون على على 3 بعدين صار فتحه هذا صار على القوس نزل الاثنين على ثلاثة هون القوس زي ما هو س تربيع ناقص 2 س ناقص من الاس 1 2 ناقص 3 سالب 1 على 3 ضرب هسه بتشطب القوس بصير 2 س ناقص 2 هاي طبعا هذا كله بصير اس 1 شيل الجذر بصير على كام؟ على 5 صاد فتحة نزل لي الاس تحت 1 على 5 س تربيع ناقص 4 س قوس اول مره ينزل زي ما هو ناقص 1 ناقص 5 سالب 4 على 5 ضرب اشتق اللي جوا 2 س ناقص 4 تعال لي هون برضه جذر ايش هذا؟ خامس بتشيل الخامس تحطه على كام؟ على 5 صار على قاعده القوس نزل لي الثلاثه على 5 تحت 3 على 5 القوس اول مره زي ما هو س اس 3 ناقص 3 س اطرح 3 ناقص 5 سالب 2 على 5 ضرب افتح قوس جديد اشطب 3 س تربيع ناقص 3 وانا حكيت لكم قبل هيك مش مره قبل هيك اخذنا الجذور كان في جذور اللي هي الجذور الصغيره اللي هي كان يجي زي هيك فكركم فيها على السريع اللي كان بيجي هيك مثلا ص يساوي جذر تكعيبي بس لسين مسكينه سين بتصير سين واحد حكينا السين اللي هي اسكار السين اس واحد واحد على ثلاثة بتصير واحد على ايش؟ على ثلاثة على ثلاثة هاي طبعا مش قاعدة القوس هاي هذا مباشر مباشر اللي هو بتصير صاد فتحة يساوي اللهم بس بنزل واحد على ثلاثة تحت وتحط سين تنقص منها واحد واحد ناقص ثلاث سالب اثنين على ايش؟ على ثلاث بس لانها سين بس مش قوس هذا مش ايه؟ مش قوس المره اللي فاتت كنا ماخذين حبيت ترجعها جذر ثاني حكينا كيف بنرجعها جذر شيل الثلاثه من تحت وترجعها لمين؟ للجذر ماشي؟ مش عاجبك الاس السالب؟ نزلها تحت فوق في عندك واحد وتحت في عندك نزل جذر جنب الثلاثه صار جذر التكعيبي لسين ايش؟ تربيع لما خدنا هذا المره اللي فاتت حكيت لكم هذا موجود بالكتاب بس الوزاره عمرها ما جابت هذا برضه اللي انا اخذته هسه برضه عمرها الوزاره ما جابته قبل هيك عمرهم ما جابوها عمرهم ما جابوها بس بيجيبوا الجذر التربيعي بيجيبوا مين جذر التربيعي شو الجذر التربيعي اللي هو قاعدته اللي هي مشتقه اللي جوا الجذر على 2 في الجذر نفسه هذه اللي احنا اخذناها قبل هاي هي اللي الوزاره دائما بتجيبها هاد عمرهم جابوا جذر تكعيبي جذر خامس جذر سابع جذور غير ما جابوا قبل هيك ما جابوا بس موجود بالكتاب موجود وين بالكتاب فاين هيك عرفنا الجذور
إذا نحن تكلمنا عن اليوم قاعدة القوس. القوس هاي لما يكون في قوس وعلي أس، لما يكون في قوس وعلي أس. خدنا قاعدة الجذر تربيعي اللي هو كيف بنشتقه، مشتقة ما داخل الجذر على 2 ضرب الجذر نفسه. افرض أجاني جذر تكعيبي 5، 4، 6، 7 مش تربيعي، بسوي زي هيك بشيل جذر وحطه تحت القوس واشتقه على قاعدة القوس، على قاعدة القوس. وكمان مرة بأكد عليك، القوس لما يكون كسر مثلا 1 على 2 أو 5 على 3 7 على 3 7 على 5 طيب 2 على 3 1 على 3 2 على 5 3 على 5 لما يكون القص هيك وبدك تنقص منه 1 شو بصير؟ شو بتعمل؟ اللي فوق نقص. طب يلا نسويها، 3 ناقص 2 بصير 1 على 2 القص هاد بصير 1 على 2 لما نشتق. طيب 5 على 3 5 ناقص 3 2 على 3 هاد لما نشتق. 7 على 3 7 ناقص 3 4 4 على 3 7 ناقص 5 بصير 2 على 5 طب 2 على 3 2 ناقص 3 سالب 1 طيب 1 على 3 1 ناقص 3 سالب 2 على 3 2 ناقص 5 سالب 3 على 5 3 على 5 سالب 2 3 ناقص 5 سالب 2 على 5 هذا لما يكون الأس كسر. وقلت لكم الوزارة عمرها ما تعاملت فيه قبل هيك، بلكن صاروا يتعاملوا معه، تعرف التغيرات الاقتصادية في المنطقة يمكن توجب علينا التعامل مع هذه الأسس وهذه الجذور الحقيرة. ماشي هيك؟ تمام يا جماعة القاعدة دول؟ طيب. هي مسائل جديدة هسه، هي نوع من أنواع المسائل الجديدة برضه. بعدنا مع قاعدة السلسلة، يجيك سؤال زي هيك وهذا في الكتاب، هذا موجود في الكتاب، أول مثال على النوع صاد 2 عين تربيعي. زائد 3 إذا كان صاد يساوي 2 عين تربيع زائد 3 و عين يساوي سين تكعيب ناقص 1 سين تكعيب ناقص 1 فجد دال صاد عدال سين. بدكم التفصيل ولا من الآخر؟ من الاخر انتبهوا للتفصيل هذا بده من الاخر. طيب الحل انتبهوا علي يا جماعه، خلينا نكتب من الاخر عشان ايش ما نغلبكم كثير. صاد يساوي 2 عين تربيع زائد 3 عين يساوي سين تكعيب ناقص 1 جد دال صاد على دال سين. بكتب هيك دال صاد اللي بده اياه، دال صاد على دال سين يساوي هاي قوس ضرب كمان 1. طيب شو بتسوي في الأقواس هاي؟ اشتق لي هذا، اشتق لي الأول هذا 2 عين تربيع 4 عين 3 خلاص ايش؟ 0 طيب اشتق لي الجهة الثانية سين تكعيب 3 سين تربيع نقص 1 0 هاي أول شغلة اشتقها واشتقها. طيب بعد هيك بتشيل العين، العين هاي شيل لي اياها، يعني شو بصير عندك؟ ها 4 شيل العين ضرب 3 سين تربيع. طيب لما شيل العين ايش احط محلها؟ محل العين عين تساوي سين تكعيب ناقص 1 سين تكعيب ناقص 1 لحد الان واضح؟ بس ماشي هيك يا جماعه مفهومة هاي ولا صعبة؟ خلص ايش لازم دخل عنك يا طيب سؤال كمان؟ دقيقة سؤال كمان؟ طيب كمان سؤال برضو تعرف كمان سؤال من وين؟ فكة هيك شوف هذا السؤال الثاني صاد يساوي ميم أس 3 زائد 3 ميم تربيع ناقص 5 إذا كان سؤال جديد برضو هذا في الكتاب إذا كان صاد يساوي
ميم تكعيب زائد ثلاثة ميم تربيع زائد ثلاثة ميم تربيع ناقص خمسة وميم تساوي ثلاثة سين زائد سبعة وميم تساوي ثلاثة سين زائد سبعة جد دال صاد عدال سين برضو دال صاد على ايش؟ عدال سين. طيب حل على طول؟ طيب جد دال صاد عدال سين الحل حكينا شو بنعمل؟ المطلوب ايش؟ دال صاد عدال سين هاي دال صاد على دال سين يساوي هاي قوس ضرب كمان واحد اشتق يلا ميم تكعيب ثلاثة ميم تربيع زائد ثلاثة ميم تربيع ستة ميم ونقص خمسة صفر اشتق هون ثلاثة خلاص بس ماله القص هذا مش الافكت طيب عشان ماشي يا جماعة هاي أول خطوة الخطوة هاي الخطوة هاي هيك ثلاث علامات ماشي؟ لأن أنا في خطوات أنا إيش؟ على طول مجمعهم في الخطوة هاي خلاص طيب الآن بيجي عليها أربع علامات خمسة أربعة هيك طيب الخطوة اللي بعدها إيش بنعمل؟ بشيل بشيل الميم بتساوي ها ثلاث الميم فضي الميم بس الميم شو عليها؟ هاي تربيع زائد ستة فضي الميم طبعا سكر القوس الكبير ضرب ثلاثة طبعا الميم ها الميم وهي كمان ميم هون الميم ايش هي؟ ثلاثة سين ثلاثة سين زائد سبعة ثلاثة سين زائد ايش؟ زائد سبعة خلص كفى الحمد لله سلام صاحب يا سلام جدا طيب هاي كمان سؤال بس في اختلاف شوي صاد يساوي عين تكعيب زائد واحد هاي يقول لك اذا كان صاد يساوي عين تكعيب زائد واحد وعين يساوي هاي برضو من الكتاب السؤال هذا خمسة سين ناقص اثنين خمسة سين ناقص اثنين بحكي لك جد دال صاد عدال سين عندما سين تساوي واحد عندما سين تساوي واحد جديدة هاي عندما سين تساوي واحد صح؟ ولا جديدة ولاش؟ صحيح الحل ايش اول خطوة؟ اكتب اللي بده اياه ايش بده؟ دال صاد عدال سين دال صاد عدال سين يساوي اشتق عين تكعيب ثلاث عين تربيع الزائد واحد ايش مع السلامة ضرب مش تنسى تفكرها في الامتحان تنسى شو اللي كنا نحطه بينهم زائد ولا ناقص ضرب ضرب طيب ماشي اشتق هاد ايش بصير خمس الخطوة اللي بعديها ايش بنعمل ماشي عوض العين يساوي ثلاث فضيل العين هيك طبعا العين على ايش؟ تربيع لا تنسى صليتوا على النبي يا جماعة ضرب خمسة العين شو هي؟ خمسة سين ناقص اثنين خمسة سين ناقص اثنين طيب هاي خلصنا حل هيك المفروض بده الآن دال صاد على دال سين عندما سين سوا تكتب هيك دال صاد عدال سين عندما هاي معناها عندما سين يساوي واحد هسه بنط لي واحد يقول استاذ افرض ما كتبتش هاي وعوضت على طول ماشي لو كان طيب بده عوض يلا عوض ثلاث خليك معي خمسة بواحد خمسة ناقص اثنين ثلاث تسعة تربيع تسعة ضرب ايش؟ ضرب خمسة افضل جواب ولا صايم؟ ثلاثة بتسعة سبعة وعشرين سبعة وعشرين ضرب خمسة ماشي سبعة وعشرين ضرب خمسة
سامحينا. مين هم الجين؟ أنا مين هم الدلتين؟ أيوة مين هم الدلتين؟ انت بتعرفش تضرب وزن عن جد؟ 135 عن جد ابو عادل؟ ايوه والله خلاص يا ابو عادل حسب لنا 135 ولا كمان ما فيش احسن من الفرنسيين طب صليتوا على النبي يا جماعه؟ خلينا نقط لي كمان سؤال من عند الجماعه حبايبنا دول الوزاره جد تدريب هاي التدريب ماشي خلينا نكتب هون التدريب تحت هون خلينا نكتب تحت هون نشيل هاي 27.5 135 طيب نيجي للسؤال هذا اللي بعديه إذا كان صاد يساوي عين تربيع زائد ثلاثة عين إذا كان صاد يساوي عين تربيع زائد ثلاثة عين وعين يساوي 3 ناقص 2 س تربيع عين يساوي 3 ناقص 2 س تربيع جد دال ص ع دال س دال ص ع دال س كتب لك اياها هيك عندما س يساوي 1 عشان ما تشوف اشياء غريبه تخافش يعني هاي عندما س يساوي 1 عادي جدا عادي واقل من عادي كمان ماشي ها طيب يلا يا جماعة حلوا معي يلا الحل دالتا صاد ودالتا سين مين؟ دال صاد دالتا أنا تصدمت صار اشتق يلا يلا زائد تلات حلو ضرب أربعة ستة الثلاثة هذا سبب منه وين بتغلط هون بتنسى السالب سالب أربعة ستة تنساش السالب لما تروح الثلاثة سالب أربعة ستة ماشي شو بطلع من الظاهر على السؤال طيب الخطوة اللي بعدها شو بنعمل بشيل مين شيل العين طيب هاي اثنين بشيل العين عطول ثلاث ناقص اثنين سين تربيع ثلاث ناقص 2 س تربيع بعد العين شو فيه زائد 3 وهي القوس ليش الكبير هذا كله تضرب سالب 4 س خطوه التعويض د ص ع د س يساوي ايش في عندك هون 2 احنا س بنعوضها بكام 1 عند س نساوي 1 طيب شوي شوي 3 ناقص 2 س تربيع هيها 3 ناقص 2 س تربيع نفسها صح؟ خلينا نحسبها هون على رواقان وبعدين نكتب الجواب ايش رايكم؟ طبعا بعوض من هون 3 ناقص 2 1 تربيع 1 ب 2 2 3 ناقص 2 1 يعني هذا القوس هيك حسبناه بكام؟ 1 زائد 3 ضرب سالب 4 ب 1 سالب 4 صليتوا على النبي؟ اثنين بواحد اثنين مش ثلاثة اثنين بواحد اثنين اثنين زائد ثلاث خمسة خمسة ضرب سالب أربعة خمسة بأربعة هاي السالب وخمسة بأربعة كم؟ عشرين ماشي سهل في مشكلة؟ فيش مشكلة طيب لا خلنا نقط لنا كمان سؤال طيب يبقى الدكتور استاذ اليوم بدنا نوفيهم مع... عشان لما نعصرهم يطلع تنك او تنكتين اللي بيطلع 8 ولا شكرا شو مانو استاذ الاسئله في واحد فيه جدل هاي كويس حلو حبيبي طيب نحل فوق يا ها جد دال ص دال س خليه ص يساوي خليه هذا خليها والحل خليها ص يساوي جذر عين زائد واحد ص يساوي جذر عين زائد واحد و
عين يساوي 4 سين تكعيب ناقص 9. 4 سين تكعيب ناقص 9. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا يا جماعة يلا حل. بده دال صاد دال سين. تكتب دال صاد دال سين يساوي اشتق الاولاني ايش هاد؟ جذر. الجذر حط كسر، لا تنسى. الجذر حط كسر، الجذر حط كسر. اشتق يلا، شو اشتقت العين؟ واحد على اثنين ضرب الجذر نفسه عين زائد واحد. خلصنا الاولاني. ضرب اشتق الجهه الثانيه 4 سين تكعيب 12 سين تربيع. هاي اول شيء. هسه ايش بعمل؟ بشيل مين؟ بشيل العين بس، بشيل العين، يعني بصير يساوي واحد على اثنين ضرب جذر واحد. اجتك العين. ها العين شو هي؟ أربعة سين تكعيب ناقص 9. سكر القوس. بعد العين شو فيه؟ زائد واحد. كليات هذا تحت جذر. تحت الجذر. ضرب 12 سين 12 سين تربيع. بس الحمد لله. طيب بس لا خلينا نرجع نكتب هاي التكست. هاي ها كان واحدة فيها تعويض يا جماعة. برضه صاد يساوي لام تكعيب. انا بجيبهم من اسئلة الكتابة. صاد يساوي لام تكعيب. إذا كان صاد يساوي لام تكعيب ومعطيك لام تساوي 8 سين 8 سين كلك جد دال صاد عدال سين عندما سين تساوي سالب 2. مرة هي سالب 2 مرة هي تساوي سالب 2. الحل دال صاد عدال سين يساوي اشتق لي هاد ثلاثة لام ثلاثة لام تربيع ضرب اشتق لي هاد 8 ماشي الحال 8. هسه شيل مين؟ اللام يساوي ثلاث ايش هي اللام؟ 8 سين في عندهم ايش؟ تربيع ضرب 8 ماشي الحال. بدنا نعوض مين؟ سالب 2. تكتب دال دال ص على دال س عندما س تساوي سالب 2 اللي هو يساوي 3 8 بسالب 2 سالب 16 ايش؟ تربيع ضرب ضرب كم؟ 8 ضرب 8 استاذ 36 ضرب 3 ايش؟ تربيع مش السالب. السالب هذا بروح على السريع 96 كله استاذ. شو اللي صار؟ صار كله يا زلمه 16 وين؟ 16 تربيع. تربيع ماشي؟ كم هي 56 كله؟ 56 كم فرق 56؟ طيب 3 ضرب 200 56 اللي هي 16 تربيع. بتعرف تضرب 16 تربيع ولا لا؟ بتعرف تضرب 16 تربيع ولا لا؟ 256 كيف بتنضرب هاي 16 تربيع؟ 16 يا جماعه 16 اللي ما بيعرف يضرب مره واحده عشان اذا جاك ضرب في الامتحان رقم يتعلم برضه. 6 ب 6 36 6 و3 باليد 6 ب 1 6 و3 باليد 96. شو المطلوب؟ صفر. يا واد يا واد قديم. واحد ب 16 اجمعهم هسه 6 9 و 6 15 1 ايش 256 ضرب لسه فيهم ضرب ايش؟ ضرب 8 256 ضرب 3 طلع خلاص حلوه. كم ابو عاد؟ 768. انت كنت حكيت لي رقم غير هذا من شوي ابو عادل. طب غلط. 700
68 ضرب شو ايه بعد اللي اعطينا الجواب ال تعرفوا تضربوا هذا يا جماعه تعرفوا تضربوا والله نزل كيلو اذا كان 3 صفرين يا جماعه هاي 8 7 6 8 لا اضرب يلا 8 ب 8 64 يا واد هاي 4 8 ب 6 8 و6 طيب هاي 5 8 ب 7 56 و5 واحد يا كبير والله كبير شاس بضمن لك يا مشاق تجيب الوزارة ايش مش راح اكتب اول تكتبهاش ماشي وما احيانا بيكون ما بدهم الجواب النهائي بس اي بتتسلى ترى بتعرف تضرب اضرب هذه فرصه ما بتصحش لاي واحد يكون بيعرف يضرب وجه ماشي القاعده ماشي استنى اعمل طيب ماشي